أهلا بكم من جديد. أكدت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة المدير التنفيذي لمؤسسة إنجاز البحرين استمرار المملكة في تقديم نموذج فريد في ريادة الأعمال والابتكار. جاء ذلك في كلمة مسجلة لسموها على هامش افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي لريادة الأعمال والابتكار الذي تنظمه جامعة المملكة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو. وقد أكدت سمو الشيخة حصة أن البحرين تواصل ترسيخ مكانها الإقليمي والعالمي كبيئة حاضنة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة، خاصة مع إدخال التكنولوجيا المالية على قائمة الاستثمارات النوعية المستقبلية في المملكة، بما يساهم في إنجاح رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030. من جانبهم أكد المشاركون في المؤتمر الدولي أن المؤسسات التعليمية تمتلك دورا محوريا في تعزيز مفهوم ريادة الأعمال لدى الناشئة، بما يسهم في خلق أجيال جديدة قادرة على الابتكار والإبداع في أسواق العمل. في حقيقة الأمر أن ريادة الأعمال تعتبر من أهم الاستراتيجيات الآن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في كثير جدا من بلدان العالم، ومما يدعم ريادة الأعمال أن يكون هناك بيئة داعمة وبيئة ملائمة لنشأة وتطور واستمرارية هذه الأعمال ونموها في المستقبل. يجب أن تكون هناك مداخلات من عدد من الجهات التي يمكن أن تسهم مساهمة فاعلة في استمرارية هذه الأعمال. وفي الحقيقة المركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال هو مركز أنشئ في بداية 2016، وكان أحد الشركاء النجاح معاه اليونيدو البحرين، لأن كان حصل لي زيارة مسبقة وتم عمل خطة بالتعاون مع اليونيدو إزاي إن احنا ممكن يتم تطوير فكر ريادة الأعمال. وفي الحقيقة في مخطط معمول في جامعة اسكندرية على مدار 5 سنين بهدف الهدف الأولاني الخاص بيه إن احنا نغير ثقافة مفهوم التوظيف عند الطلبة والخريجين، بحيث يبقى في فكر التطوير ناحية مفهوم ريادة الأعمال ويبقى كل طالب عنده الستارت اب الخاص بيه. طبعا المكتب العربي الإقليمي بيقدم لنا كل الدعم الموجود واستفدنا كثير منهم، ساعدونا في إعداد خطة العمل بالنسبة للمركز بدون كل الدعم المطلوب، واستفدنا من الاكسبيرينسز الموجودة، التجارب المختلفة الموجودة هنا في البحرين. وحاليا أي مشكلة بتواجهنا طوال بنتصل بالمكتب مكتب اليونيدو الموجود هنا وبدون كل الدعم المطلوب. أكد سعادة المهندس كمال بن أحمد وزير المواصلات والاتصالات في نشرة سابقة لمركز الأخبار، أكد أن الأعمال الإنشائية لمشروع تحديث مطار البحرين الدولي تسير وفقا للخطة الزمنية المرسومة، مضيفا أن المطار الجديد ستسع ل 14 مليون مسافر وسيتم تشغيله في الربع الثالث من العام المقبل. منذ ترشين مشروع تحديث مطار البحرين الدولي في فبراير 2016 من قبل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد، وبادئ الاعمال الفعليه الانشائيه في ابريل 2016، يعني تقريبا بعد سنتين من ذاك الوقت، الحمد لله الاعمال الانشائيه قاعده تسير حسب المخطط لها. اليوم اللي يعني يمر بالقرب من موقع المطار او موقع العمل يشوف الهيكل المبنى تقريبا واضح للعيان، ويمكن قريبا يشوفون حتى ان المبنى بيتغطى من الواجهات بالزجاج، فبيبين شكل المطار مثل ما يقولون. نعم. الحمد لله في كل المرافق الاخرى ايضا مبنى متعدد الطوابق لمواقف السيارات، مجمع المرافق المركزي اللي يضم جميع الانظمه الميكانيكيه والكهربائيه تقريبا جهزت، فالحمد لله العمل مستمر وحسب الخطه، وان شاء الله يعني في نهايه الربع الثالث من 2019 يكون جاهز لتشغيل ان شاء الله اعمال المطار. طبعا بالاضافه الى الاعمال الانشائيه هناك الكثير ايضا يتم غير ما له علاقه بالانشاء وهي الاعمال التجاريه. طبعا هناك كثير من المحلات سواء كانت اسواق حره، سواء كانت مطاعم، سواء كانت بنوك، صيدليات، كثير من المكاتب للشركات التابعه للمطار، هذه كلها اليوم الحمد لله بدانا بمناقصات ونستلم العطاءات ونقيم ونختار الافضل بحيث انه يكون المطار متكامل من كافه النواحي وليس فقط الانشاء، ولكن ايضا الشركات العامله ايضا جاهزه. هناك الكثير اللي تقوم فيها الشركات من ناحيه تصاميم داخليه اللي تكون جاهزه قبل البدء بفتح المطار. ننتهي من المطار اللي يرفع مثل ما يقول يشرف البحرين، يكون 4 أضعاف المطار الحالي، يتسع لطاقة استيعابية تقريبا 14 مليون مسافر. نعم. ويكون الواجهة والبوابة الأولى للبحرين وتشرفنا كلنا إن شاء الله.
وفي قطاع الطيران أيضا شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين في معرض أرامكو السعودية السنوي للسفر 2018 والذي أقيم مؤخرا في المقر الدولي لأرامكو السعودية بالظهران جنبا إلى جنب مع عدد من وكالات السفر والناقلات الجوية والعارضين في مجالي الضيافة والسفر. وقالت الشركة في بيان إنها استعرضت خلال المعرض آخر أخبارها المتعلقة بأسطولها المرتقب المكون من 39 طائرة بوينغ وإيرباص جديدة. وأوضحت طيران الخليج أنها ستدخل آفاقا جديدة مع هذه التطورات الكبيرة، فالأسطول الجديد للناقلة سيعزز بأحدث المنتجات والخدمات، مضيفة أنها روجت لجدولة وجهاتها الخمس من وإلى المملكة العربية السعودية والتي تتضمن أحدث وجهاتها في المملكة مدينتي أبها وتبوك اللتين تأتيان ضمن استراتيجية الناقلة الجديدة في التوسع في شبكة وجهاتها. ولا نتابع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع. نبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفلت البورصة بانخفاض نسبته 0.22% مغلقا عند مستوى 1352 نقطة، وذلك عاد انخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الصناعة. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1,524,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 315,000 دينار تم تنفيذها من خلال 32 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة بنسبته 52% بين قيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. ننتقل الآن إلى إغلاقات الأسواق الخليجية، وكما نلاحظ على الشاشة أغلقت جميع البورصات الخليجية في المنطقة الحمراء، ووفقا للمحللين فإن السوق تشهد حالة من الترقب بانتظار محفزات جديدة تدعم الأسواق على الانطلاق بقوة. البداية مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بانخفاض بنسبة 20 النقطة المئوية عند مستوى 7728 نقطة بتأثير من هبوط مؤشر قطاعي تجزئة الأغذية وأيضا الاتصالات. نتحول إلى بورصة الكويت التي أغلقت بانخفاض طفيف بنسبة 0.04% عند مستوى 6757 نقطة، ويعود سبب الانخفاض للأداء الضعيف لأسهم قطاعي التأمين والخدمات الاستهلاكية. ننتقل إلى أسواق الإماراتية. سوق أبو ظبي للأوراق المالية شهد انخفاضا بنسبة 0.21% مغلقا عند مستوى 4533 نقطة متأثرة بانخفاض بارز لغالبية مؤشرات البورصة. فيما أقفل سوق دبي المالي بتراجع بنسبة 0.14% عند مستوى 3192 نقطة، وذلك بسبب تراجع مؤشر قطاعي البنوك وأيضا الاتصالات. في حين سجل سوق مسقط للأوراق المالية انخفاضا بنسبة 0.08% عند مستوى 4892 نقطة متأثرة بالأداء الضعيف لمؤشر قطاع الخدمات. احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 12 بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، وذلك بنهاية شهر يناير الماضي برصيد بلغ 143 مليار دولار. ووفقا لتحليل صحيفة الاقتصادية الذي استند على بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فقد ارتفع رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية على أساس سنوي بنهاية يناير الماضي بنسبة 28% وبقيمة 31 مليار دولار مقارنة برصيدها بنهاية يناير الماضي البالغ 112 مليار دولار.
تخطط بنوك إماراتية لزيادة رأس مالها خلال العام الجاري، وذلك للاستفادة من آخر فترات التمويل منخفض التكلفة، مع توقعات بارتفاع الفائدة تدريجيا بزيادة قد تصل إلى 1% إضافيا خلال هذا العام. ونقلت صحيفة الخليج عن عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات أن البنوك تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز وضعها الرأسمالي بصورة أكبر، لافتا إلى أن البنوك تملك خيارين لتعزيز رأس المال، إما أن تحتفظ بجزء من الأرباح أو عبر مطالبة المساهمين بالاكتتاب في زيادة رأس المال. وأعلنت ثلاث بنوك إماراتية مدرجة اعتزامها رفع رأس المال هذا العام بمبلغ يقدر إجمالا بنحو 4 مليارات درهم. ينفذ القطاع النفطي الكويتي أكثر من 50 مشروعا رأسماليا بقيمة تصل إلى 93 مليار دولار، وذلك في أكبر قفزة للمشاريع على الإطلاق في تاريخ الكويت، مع إطلاق مشاريع زيادة الطاقة الإنتاجية والتكريرية للكويت. ووفقا لإحصائية للمشاريع النفطية، فإن شركة نفط الكويت تنفرد بتنفيذ أكبر المشاريع في القطاع، ويأتي في مقدمة المشاريع مشروع النفط الثقيل في شمال الكويت، والبالغة كلفته أكثر من ملياري دينار كويتي، والذي يتوقع أن يدخل الخدمة بحلول سبتمبر 2022. كما يأتي مشروع الغاز الجوراسي في المرتبة الثانية بقيمة 1.4 مليار دينار.